الجميلة. واسمحوا لي أن أرحب بكم أولاً على طريقة اللبنانية. يا ميت أهلا بكل هالجايين على مطرح الكل وحلا وأنوار، وبتسألوا تخمين مدهوشين كيف جمع المطرح كتير أنوار. نجوم الفكر على المنتدى معزومين كسرت أنا بالمنتدى، نجوم الفكر على الأرض معزومين تيشرفونا ونتبادل الأفكار. هيدا المنتدى موقع الفكر وبيشهد الزوار. أسعد الله مساءكم. حبت من أي الحقول أنتقي ورودا تساعدني لأرحب بكم، ولكن عندما علمت من هم المدعوون والحضور عرفت أن حضوركم وتوجهاتكم وجهودكم في الجالية وفي بلاد الاغتراب عابقة بالحب والخير والمسؤولية، فتبين لي أنني أكرم في هذا اللقاء، فشكراً على هذه الثقة أن أكون هنا بينكم. أهلاً وسهلاً بكم باسم المنتدى الثقافي في ديربورن وباسم المنتدى العربي الأمريكي للثقافة والفنون برئيسه أو باسم رئيسنا الفاضل سعادة الدكتور السفير علي عجمي وأعضاء الهيئة الإدارية، السادة نائب الرئيس الدكتور حسن بزي، أمينة السر الأستاذة حنان شرارة، أمين الصندوق الأستاذ رفعت المندوي، والأعضاء الكرام الأستاذ بسام شرف الدين، الأستاذ علي السندي، الدكتور هاني بوردي، الأستاذ زياد نصر، والأستاذ عدنان شرارة. وفي هذا اللقاء الدوري للمنتدى الذي يقام كل أول أربعاء من كل شهر، وفي أمسيتنا لهذه الليلة وبرنامجنا الحوار المفتوح بعنوان أين تقف الجالية العربية من تفشي المخدرات بين الانتحار والخشية من العار، في فقرة ثانية قراءات وقراءات شعرية لسعادة السفير الدكتور علي عجمي تحت عنوان من قصائد الغضب في أشعار العرب، وفي فقرة الشعر نستضيف الشاعر الدكتور قحطان المندوي في قراءات من شعره، ثم نختتم مع الموسيقى وعزف على الكمان للفنانة الأستاذة آية الغانم. وطبعا اسمحوا لي باسمكم أيضا أن نتوجه بتحية من القلب إلى كل أوطاننا العربية التي تعاني فيما تعاني، ونحمل الأمنيات والدعاء لله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا جميعا، أن يهدي أمتنا لتعاود استقامتها لتنتصر على كل ما يضعفها. وفي موضوع ندوتنا هي الآفة التي تخرج المرأة عن السلوك الطبيعي اللائق بالإنسان السوي، وهي من الضارات المهلكات، تدميرها للبشرية يعادل الحروب إن لم يكن أكثر فتكاً وتأثيراً، لأنها تهلك المبتلى جسمياً وعقلياً، وتقتل الأخلاق الفاضلة وروح الإبداع فيه، وتحيل القيم والمثل العليا في المجتمع إلى غايات مدمرة، وتصرفات تذهب بماء الوجه وعنفوان الإنسان، فتفقده التحكم بعقله، ما يحيل واقعه إلى فوضى شاملة تضله، بدل السعي للقيام بواجباته ومسؤولياته تجاه الأمانة العزيزة التي أودعها الله للعباد، الحفاظ على الحياة وصونها، وتكامل دوره مع أدوار أفراد المجتمع إلى أن يصل حد الضياع والاستهتار والخروج عن الوعي حتى درك إنهاء الحياة عجزاً واستسلاماً. ورغم العديد من المحاولات والبرامج والآليات التي تحدت هذه الآفة وسعت لمحاصرتها، إلا أنها لا تلبث تشكل كابوساً يجتاح الأمان والمستقبل وتهدد المجتمع والأجيال جراء أخطارها. ولعل العديد من المؤسسات والأفراد والهيئات المتعددة التوصيفات والاختصاصات جاهدت لحصار هذه الآفة للحد منها، لكنها بقيت مجرد محاولات حاصرت بعض ذيول هذا الكابوس
إلا أن استفحاله في تزايد، ما يطرح الأسئلة المدوية والتي لا زالت دون إجابات ناجعة. لذا فالمنتدى العربي الأمريكي، المنتدى العربي الأمريكي والمنتدى الثقافي في ديربورن استنفر جهوده وتوجهاته مركزاً على أهم أهدافه التي آلت الهيئة الإدارية رئيساً وأعضاء على التصدي لها لخدمة المجتمع والجالية، فبادر بكل جرأة ومسؤولية لطرح هذه الندوة بعنوانها وأبعادها التي تتخذ منحاً مختلفاً عن ما سبقها من طروحات ومعالجات أو ندوات للبحث في هذا التحدي، فتحوله إلى فرصة وعي قد توصل إلى صحة فكرية ونفسية واجتماعية لأبناء جاليتنا ومجتمعنا. وها نحن في محاولتنا اليوم وضع هذا العنوان على بساط البحث في هذا الحوار مع ضيوفنا الكرام، نحاول الولوج إلى أبواب بعض الحلول بالشراكة مع نخبة من أهل الوعي والتجربة الطويلة في التصدي لمشكلات المجتمع. فهل وإياكم معهم نتمكن في هذه الندوة أن نضع حجر أساس لمداميك جرأة الأهل وتصديهم لهذه الآفة عبر تحدي الموت المودي بأماناتهم وآمالهم والملقي على حياتهم وبيوتاتهم ومستقبلهم ستارات الظلام والقهر والانهزام، باختيارهم الحياة والنور والشفاء لأبنائهم ومواجهة هذه الآفة بإرادتهم وإيمانهم، أم يظل مجتمعنا عرضة لهذه الأشباح المقيتة فيقطف الموت كل حين والانتحار أعمار زنادقة نتطلع أن تكون أنوارا في الحياة وعمادا وحماتا للمستقبل. هذا ما سنلقي الضوء عليه الليلة وحضراتكم في هذه الندوة، أين تقف الجالية العربية من المخدرات بين الانتحار والخشية من العار. ضيوفنا المحاضرون الأفاضل السادة الدكتور عدنان جابر، أخصائي في علم النفس العيادي وفي رعاية الصحة العقلية، يحمل شهادتي الماجستير والدكتوراه في علم النفس العيادي من جامعة ديترويت ميرسي، متخصص في مشاكل القلق والعلاقات والاكتئاب، كما يعمل في مجال البحث والتدريس والمعالجة العيادية لمساعدة المرضى على كيفية فهم أنفسهم والتعامل مع القضايا اليومية ومشاكل الأمراض العقلية وسوء المعاملة والإدمان والخسارة، كما يتولى مسؤولية تقييم وتشخيص وعلاج المشكلات النفسية في إطار المعالجة العيادية. أهلاً بكم دكتور وشكراً لمشاركتكم. ضيفنا الثاني السيد علي السيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجمع هايب الرياضي الذي أنشئ عام 2001 بهدف تعزيز البنية الأساسية للشباب والعائلات في جاليتنا العربية ولإتاحة فرص الطلاق بين أفراد الجالية عبر الرياضة والتعليم والخدمات الاجتماعية والتثقيف الصحي وخاصة الوقاية من تعاطي المخدرات. كما أطلق تحالف سيف سنة عام 2015 لمواجهة إساءة استخدام المواد المخدرة بهدف توعية العائلات ومنع استخدام أو إساءة استخدام العقاقير والمواد الضارة. ومؤسسة سيف طورت دورها لتشمل خدمات لمساعدة الشباب الذين تعاطوا المخدرات لأول مرة أو من له نشاط جرمي أو ابتلاء جرمي، وهي بصدد افتتاح مركز تأهيلي في ربيع 2020 ليضم فرعا للعلاج من السموم ومركزا لرعاية أفراد الأسرة الباحثين عن الشفاء، وفيه أيضا العلاج النفسي للمقيمين وللمغتربين أو للقادمين. وضيفنا الثالث ونحن بانتظاره الأستاذ أحمد حوار، أحمد بلوط عفوا، الأستاذ أحمد بلوط
هو من مركز من المركز العربي أكسس، ناشط في المجال الاجتماعي وفي كل مجالات الخدمات الاجتماعية التي ترعى أهلنا وشبابنا في الجالية. يشارك في العديد من الدورات وورش العمل التي تعنى بالشباب ومشاكلهم، وخاصة في مجالات الإدمان، وأيضا هو مدرب صحي واجتماعي ويركز في عمله على الشباب. أيضا الأستاذ وسام شرف الدين الذي سيدير الندوة، وهو الشاعر والكاتب والأديب والفنان والإعلامي المخضرم والحاضر حضور الشمسي في كل مناسبات الجالية العربية في مدينة ديربورن. أهلا وسهلا بكم، شكرا لمشاركتكم ولجهودكم في هذا العمل البناء والذي نأمل أن يلقى القبول وأيضا أن يلقى التفاعل، علنا وإياكم نضيء على بعض الحلول وعلى بعض الأفكار التي توصل إلى حلول. أستاذ وسام، المنبر لك وضيوفنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، قد يشرفنا ضيوف الكرام. سيد علي السيد تفضل to the podium. سوف ندير الحوار باللغة العربية، هذا منتدى باللغة العربية، ولكن but feel free to speak in any dialect you want. يعني ليس عليكم الالتزام باللغة الفصحى، المهم هو إيصال الرسالة وإدارة الحوار مع الناس. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا، تفضل. حفاظا على الوقت سوف أدخل في صلب الموضوع وسوف أفتح الحوار ببضعة أسئلة.